للاقتراب أكثر مشاهدينا الكرام، يسعدني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعيد، بعد التحية أهلا بك دكتور سعيد. أهلا بالسادة المشاهدين يا فندم. دكتور سعيد، العلاقات المصرية الإماراتية علاقات تاريخية تستند إلى أسس وقواعد متينة وصلبة بتنسيق متصاعد في الرؤى والأبعاد والقضايا المشتركة أو ذات الاهتمام المشتركة، حتى وصلت هذه العلاقة ما بين مصر والإمارات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية والعصية أيضا على مواجهة التحديات الراهنة في منطقتنا العربية بعدما يدور أكثر من عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، وأخيرا أصبحت الحرب في لبنان قائمة. الوضع متأزم في الشرق الأوسط دكتور سعيد، هل لك أن تطلعنا أو تتنبأ بما سيدور في هذه الزيارة الهامة والتي تأتي في توقيت حرج ما بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة؟ أهلا بحضرتك مرة تانية وأهلا بالمشاهدين الكرام. وزي ما احنا قلنا كده في التقرير ان العلاقات بتمتد منذ عام 1971. الشيخ زايد رحمة الله عليه، يعني انا عايز اقول لحضرتك عن تجربة، يعني المصريين اولا في خدمة اي مؤسسة حكومية في دولة الامارات، في اي امارة من الامارات المصريين اولا هم اللي بيخلصوا كل المهام اللي موجودة عندهم. الشعب في حالة من الانسجام، وزي ما قال برضو التقرير احنا نموذج يحتذى به العالم والمجتمع الدولي في العلاقات الدولية بين الدول العربية، سواء اذا كان الدول العربية او الدول الاجنبية. هذه الزيارة تأتي طبعا الشيخ خليفة وطبعا الشيخ محمد، طبعا علاقات وطيدة ومستمرة ومستدامة. النهاردة هذه الزيارة بعد يعني بعد ما حذرت الدولة المصرية والسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من التوسع الجيوسياسي للحرب في قطاع غزة، وعايز أقول لحضرتك ونفتكر كده مع بعض الروشتة المصرية اللي اتقالت يوم 21 أكتوبر في مؤتمر قمة السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية اللي كان قال عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي لا للتهجير القسري لإخواتنا في قطاع غزة، لا لفض القضية الفلسطينية، ولا لإغلاق معبر رفح ووصول المساعدات الإنسانية المستدامة إلى أهالينا في قطاع غزة. نعم. عايز أقول لحضرتك إن الثلاث لقاءات دول أو الروشتة المصرية بتاعتنا، وعايز أقول لحضرتك إن الروشتة المصرية دي هي التي يدور فيها الفلك المجتمع الدولي حتى الآن، يعني المجتمع الدولي سواء بمنظماته الدولية، سواء إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أيا كان، هي اللي بتدور في فلك هذه الروشتة. أعتقد إن الرؤى الخاصة بالسياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة تتفق تماما مع رؤية القيادة المصرية في هذه الروشتة المصرية. لا تنسى حضرتك أن كان أول ما اتقفل معبر رفح أو بدأت المساعدات الإنسانية تقل، المساعدات الإنسانية اللي كانت 80% منها من خلال مصر، بدأت دولة الإمارات والدولة المصرية أول ناس كانوا بيدعموا أهالينا في قطاع غزة عن طريق المساعدات الإنسانية، عن طريق الجو وإسقاط المساعدات الإنسانية في هذا الموضوع. دولة الإمارات في مثال تاني لتوافق الرؤى كانت من أولى الدول اللي كانت بتشارك في مؤتمر 21 أكتوبر في العاصمة الإدارية. ده إن دل أن هناك توافق في الرؤى بين الدولة المصرية والدولة ودولة الإمارات العربية. ما تنساش كمان آخر زيارة للشيخ محمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في العالمين، وكانت في صورة كده واضحة للمجتمع الدولي. هذه الصورة تدل على الانجذاب والانسجام بين الدولتين في شتى كافة الزيارات اللي قام بها الشيخ محمد بن زايد في العالمين. نعم. وحضرتك لسه ذاكر دلوقتي حجم الاستثمارات اللي حصلت في رأس الحكمة وتعمير وإعادة تعمير وبناء واستكشاف الساحل الشمالي مرة أخرى بالأيادي المصرية وبتمويل من دولة الإمارات العربية. أعتقد أن مفيش أروع من هذا الانسجام اقتصاديا وأيضا سياسيا. دكتور سعيد، عايز اقول لحضرتك لو تأذن في الرؤى. نعم دكتور سعيد، ما يمر به الاقليم في الوقت الحالي هو توقيت يعني غايه في الاهميه، ما يدور من انجذابات وما يدور من حروب في كل اركان الشرق الاوسط، يعني
دعت مجلس الأمن الدولي لعقد قمم أو لعقد لقاءات موسعة، وأيضا دعت جامعة الدول العربية بالأمس إلى اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الأوضاع في لبنان وفي غزة وفي أركان أعضاء يعني جامعة الدول العربية. ما المنتظر من الخروج من هذه الزيارة، خصوصا أن الملفات والأوضاع ملتهبة في الشرق الأوسط وتشي وتوحي بأن ربما هناك أشياء لم يعلمها الشرق الأوسط تحاك له من قبل القوى الدولية وعلى رأسها يعني إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها؟ خليني أبتدي مع حضرتك بكلمة قالها أمين عام الأمم المتحدة جوتيرش لوزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤخرة. جميع المنظمات الدولية في العالم أو في المجتمع الدولي، مثل يعني هو اللي شبه هذا التشبيه، مثل جليسة الأطفال المنهكة غير قادرة على إعطاء أي قرار بالنسبة لهذه الأزمات. أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية منشغلة تماما في الانتخابات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك ترى عدم وجود أي قرار في الإدارة الأمريكية يخص قطاع غزة أو جنوب لبنان. ما فيش إلا إرسال بلينكين في المنطقة، وبلينكين يجيء ثم يعود بلا أي مخرجات تعمل على تحقيق أي هدف من وقف النار الفوري والمستدام في قطاع غزة، وبالتالي أدى ذلك إلى التوسع الجيوسياسي اللي احنا شايفينه، ضربة استباقية لجنوب لبنان ثم إيران ثم كل هذا وذاك. أعتقد اجتماع الجامعة العربية واجتماع قيادة دولة الإمارات العربية مع القيادة المصرية حتى قدام المجتمع الدولي، حتى لو يكن هناك أي مخرجات، ولكن أمام المجتمع الدولي هناك حراك سياسي بين دولتين كبار، هاتين الدولتين بيجتمعوا لتقرير أو وجود أو الخروج بحل لقطاع غزة والتوسع سياسي وللبنان ايضا. شهدنا يعني منذ 3 أيام الهجوم البري لجيش الاحتلال الاسرائيلي الى لبنان، وكان هناك تصريح لوزير الخارجيه الاماراتي انه الامارات لن تسكت عن هذا الهجوم البري، وايضا هذا ايضا توافق في الرؤى مع الدوله المصريه. اذا قدام المجتمع الدولي حضرتك، حتى لو احنا ما توصلناش لهدنه، حتى لو كانت القياده السياسيه، لو تفتكر حضرتك معايا من حوالي شهر وزير الخارجية لما كان في مدريد وكان هناك اجتماع لوزراء خارجية العرب في مدريد لتقرير أو وضع يعني خطة لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وتركيا وهكذا، احنا قدام المجتمع الدولي احنا مش ساكتين، حتى زي ما بقول لحضرتك لو لم تأتي بأي مخرجات هناك حراك دولي قدام المجتمع الدولي. المجتمع الدولي دلوقتي شايف، المنظمات الدولية، الاتحاد الأوروبي شايف أن هناك حراك، هناك اجتماع مع القيادة السياسية. النهاردة الشيخ محمد بيزور مصر، أكيد في هذا التوقيت الحرج لابد أن يخرجوا بأي مخرجات. أعتقد أن مثل هذه المخرجات هتكون في صورة توصيل المساعدات الإنسانية بصورة دائمة خاصة للشعب اللبناني، وأنا بقصد هنا بالمساعدات الإنسانية أعتقد هتبقى كافة الوسائل الطبية والمساعدات الإغاثة الخاصة بجنوب لبنان، ومن ثم مما لا شك فيه ممكن يكون هناك أطروحة بين الجانبين، هذه الأطروحة وهذه الفكرة لوقف إطلاق النار أو حلحلة هذه الأزمة ممكن تعرض على جامعة الدول العربية ونطلع بمشروع. هذا المشروع يكون إماراتي مصري يقدم إلى جامعة الدول العربية، مما لا شك فيه ممكن، من الممكن ومن المحتمل أن احنا نقدمه وأن يكون هناك حلول بالنسبة لهذا. خلي بال حضرتك، أنا ما بتكلمش على وقف إطلاق النار المستدام في غزة، ولكن وقف التوسع عن وضع مشروع متكامل لنفي هذه المزاعم الإسرائيلية ووضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، وهذا ما تحدثت عنه الجماعة الدولية أو المجموعة الدولية في مجلس الأمن وفي منظمة الأمم المتحدة عن حل شامل للقضية الأولى في الشرق الأوسط، قضية العرب الأولى أو قضية مصر شغل مصر الشاغل وهي القضية الفلسطينية. ما الذي يمكن أن تقدمه دولتان بحجم مصر والإمارات العربية الشقيقة وبالطبع باقي الدول العربية لحلحلة الوضع الراهن وتبني السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل الدولتين إسرائيل وفلسطين؟
شوف حضرتك انت، يعني ده مبدا متفق عليه وده ثابت من الثوابت المصريه، الا وهو مبدا حل الدولتين. بالرغم انا عايز اقول لحضرتك والساده المشاهدين ان هناك قرار منذ عام 48، قرار مجلس الامن رقم 181، بيقول ان هناك دوله فلسطينيه بجانب الدوله العبريه، وكانت نسبه الاراضي بالنسبه للدوله الفلسطينيه حوالي 45% الى جانب الدوله العبريه 55%، ولكن كانت بناء المستوطنات، هذه المستوطنات التي يحرمها القانون الدولي، القانون الدولي يحرم بناء أي مستوطنات في أي دولة، ولكن ببناء هذه الأسطوانات المستوطنات في قطاع غزه او في الاراضي الفلسطينيه وصلت النسبه الى 22% للاراضي الفلسطينيه و78% لاراضي الدوله الصهيونيه، وده دايما بقى اللي احنا بنقول عليه المبدا اللي حضرتك دايما نسمعه، هو الرجوع الى حدود ما قبل عام 67. بالظبط، ان احنا نرجع تاني لنفس قرار التقسيم 181، ان هناك 45% للجانب الفلسطيني و55% للدوله الصهيونيه. يبقى اذا مبدا حل الدولتين أو الاعتراف بدولة فلسطينية ليس وليد اللحظة ولكنه منذ عام 48، ولكن المجتمع الدولي فقط يعترف بوجود دولة صهيونية فقط على الأراضي الفلسطينية ولا يعترف بوجود الدولة الفلسطينية. أنا أعتقد أن الدول العربية وخاصة دولة الإمارات، الأردن، جميع الدول العربية بما فيهم مصر، أنا أعتقد أن إحنا ماشيين على هذا المبدأ، مبدأ حل الدولتين، مبدأ الرجوع إلى حدود ما قبل سنة 67، وأن كل واحد يأخذ الأرض المنصوص عليها أو المساحة المنصوص عليها في هذا القرار. وأعتقد برضو أرجع وأقول لحضرتك قدام المجتمع الدولي هذه الرؤية والتشابه والائتلاف والانسجام والتماسك بهذه الرؤية، أنا أعتقد تضع المنظمات الدولية والمجتمع المجتمع الدولي بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك عناصر قوة، عناصر فاعلة موجودة في المجتمع، خاصة المجتمع العربي. ثاني نقطة أنا عايز أقول لحضرتك أن لابد أن يحصل النهاردة في هذا الاجتماع أن احنا نخرج بمخرج أن جميع وزراء الخارجية العرب يعملوا اجتماع طارئ وعاجل في بيروت، في بيروت نفسها، في لبنان نفسها، حتى أيضا يعني نوري العالم كله أن وزراء الخارجية العرب والقيادات العربية جاءوا إلى لبنان، جاءوا إلى مكان الحدث لعقد مؤتمر. هذا المؤتمر لابد أن يخرج بمخرجات، ممكن من ضمن هذه المخرجات ان احنا نرجع تاني الى حدود قرار 1701 اللي هو قرار مجلس الامن، اللي هو ان الجيش اللبناني يتواجد في جنوب لبنان، الجيش اللبناني هو اللي يكون موجود في هذه البقعة اللي هي حوالي 30 كيلومتر بين شمال اسرائيل وجنوب لبنان بالتعاون مع قوات حفظ السلام اليونيفيل. انا اعتقد ان كل مثل هذه القرارات، ان لو رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد مع القيادة المصرية الحكيمة بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا اعتقد لو مثل هذا القرار اتأثر او وصل الى لبنان والى حكومة نجيب ميقاتي، انا اعتقد ان ممكن ان احنا ننتهي من، خلينا بس في الأزمة اللبنانية الاول، ان ممكن يحصل تراجع للجيش الاسرائيلي عن الضحية الجنوبية وما بنسمع عنه من توغل بري لهذا الجيش الاحتلال. فانا اعتقد ان مثل هذه القرارات مهمة جدا ومهمة. طيب، حتى لو مش قادرين نعمل اجتماع في لبنان دكتور سعيد، هذا العرب او وزراء الخارجية العرب يجتمعوا في لبنان، ولما لا ما يكونش في هناك جلسه طارئه لجماعه الدول العربيه في لبنان. طيب، هذا شق لهذه الزياره دكتور سعيد، هذا شق. هناك شق اخر ربما يتم الحديث عنه، وكل هذه التكهنات لم يخرج بيان حتى هذه اللحظه عن تنميه وتطوير العلاقات المصريه الاماراتيه في الجانب الاقتصادي، ويعني استكمالا التطور هذا الذي أصبحت العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا، هذا التطور يمكن القول بأنه مكمل لمجمل العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. هل هناك من المتوقع أن يكون هناك تطور في الجوانب الاقتصادية، الجوانب الثقافية ما بين مصر والإمارات؟ طبعا احنا في العلاقات الدولية لما بنتكلم عن شق سياسي لابد ان نذكر معاه الشق الاقتصادي.
عايز ابدا الكلام في النقطه دي بكلمه قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي محفل دولي، امن واستقرار مصر من امن واستقرار دول الجوار. طب ليه؟ لو حصل امن واستقرار داخل مصر ده اللي هيؤدي الى جذب المستثمر الاجنبي. احنا ما فيش حتى لو بعيد عن دوله الامارات، اي استثمار اجنبي بيجي عندنا في الدوله المصريه جاي علشان هناك استقرار داخلي داخل الدوله المصريه، عندنا بنى تحتيه. نعم دكتور سعيد، شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه.